the past perfect continuous tense. بيتكلم التنس ده عن لو فعل كان مستمر في الماضي. تقول لي قبل ما تتكلم انا عارف هتقول لي باست كونتينوس، لا زائد فتره. يعني ايه؟ يعني انا اقول لك I was studying، انا كنت بذاكر. When the light went out، لكن الزمن ده بيقول لك ايه؟ انا كنت بذاكر بقالي ساعتين لما النور قطع. I had been studying for 2 hours when the light went out. عايز اقول لو انا كنت بعمل حاجه في الماضي باست كونتينوس زي ما اتفقنا، لكن لو انا كنت بعمل كذا وبقالي مده فتره قد كده، انت هنا بقى بتتكلم في ايه؟ في باست بيرفكت كونتينوس. يعني had been الفيرب ing، فعل بدأ في الماضي، استمر في الماضي، كان مستمر في الماضي لفتره. مهم قوي ان انا ادي لك الايه؟ الفتره، لفتره، تمام. وفي فعل تاني حصل او لا، تمام. يعني مثلا yesterday I had been studying all day، كنت بذاكر طول اليوم. فعل كان مستمر في الماضي مع ايه؟ مع فتره. We had been waiting for an hour when they arrived. احنا كنا منتظرين. منتظرين. مش كويس؟ لما هم وصلوا. اوكي. بس بقالنا قد ايه؟ For an hour. طالما قلت لك الفترة يبقى هنا نعمل جامب، نطلع من الباست كونتينوس إلى الباست بيرفكت كونتينوس. يبقى إيه الفرق بين الاثنين؟ الباست بيرفكت والباست بيرفكت إيه؟ كونتينوس. الفرق بين الاثنين الفترة. قلت لك فعل مستمر بس يبقى باست كونتينوس، فعل مستمر زائد فتره يبقى باست بيرفكت كونتينوس. اتفقنا؟ طب لو بفسر حاله في الماضي، هو كان تايرد، كان متعب امبارح، انا شايفه كان متعب، فقالوا لي ايه؟ هي هاد بين درايفنج اول داي، اصل هو كان سايق طول اليوم. لما تيجي تفسر حاله في الماضي تقول لي فلان كان كذا امبارح لانه كان بيعمل كذا قبلها، كان بيعمل، كان مستمر في عمل. وهنا تفتكر زمن اسمه البريزنت بيرفكت كونتينوس. فلان تعبان دلوقتي ليه؟ بيكوز هي هاز بين درايفنج. لو انا بفسر حاله في الحاضر بستخدم بريزنت بيرفكت كونتينوس، بفسر حاله في الماضي بستخدم باست بيرفكت كونتينوس. هي واز فيري تايرد از هي هاد بين درايفنج. اعطاء اسباب، مبررات لموقف فين؟ في الماضي، في الماضي. طيب يعني انت عايز تقول يا مستر دلوقتي حاجه مهمه قوي، اللي هي ايه؟ حاجتين مش حاجه واحده، حاجتين مش حاجه واحده. استخدام الباست بيرفكت كونتينوس، فعل كان مستمر في الماضي زائد فتره، او تفسير حاله في الماضي بان انا عايز اقول ايه؟ اصله كان بيعمل كذا، تمام. هو كان تايرد ليه؟ هي هاد بين رانينج، هي هاد بين راسه كان بيجري، هي هاد بين رانينج فور 2 اورز، ساعتين مثلا. يبقى انا اتكلمت شكل الفيرب هاد بين اي ان جي، واستخدامه فتره، استمرار زائد فتره، او تفسير حاله في الماضي. طب تعالى كده نفهم اكتر من خلال نقارنه بازمنه اخرى. يعني الباست بيرفكت كونتينوس ده لما اقارنه بمين؟ هقارنه بالباست كونتينوس بس. ايه الفرق بينهم؟ الباست كونتينوس قلت لك فعل كان مستمر لا توجد فتره، لكن باست بيرفكت كونتينوس فعل كان مستمر زائد فتره. I had been studying for 3 hours. I had been studying for 3 hours. When I had the phone me. طيب I was studying when I had the phone me. يبقى أنا الفترة هي المميزة ما بين الباست بيرفكت كونتينوس والباست كونتينوس. طيب عايز أقارن الباست بيرفكت كونتينوس بمين؟ بالباست بيرفكت. لا لا خلي بالك بقى. الباست بيرفكت كونتينوس فعل كان مستمر ومعاه فترة لما جه فعل تاني. أمال الباست بيرفكت كان إيه؟ بس بيرفكت كان فعل حصل وانتهى لما جه فعل تاني. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك، لما اقول لحضرتك كده ايه؟ I had been studying for 3 hours، انا كنت بذاكر لما عادل اتصل بيا. لكن I had studied، انا كنت ذاكرت وقاعد بعمل اي حاجه تانيه لما عادل اتصل بيا. الباست بيرفكت فعل حصل وانتهى، الباست بيرفكت كونتينوس لا ده فعل كان ايه؟ مستمر ومعاه فتره لما فعل تاني حصل. وقبلها قلنا ايه الفرق بين الباست بيرفكت وايه كونتينوس وايه الباست كونتينوس؟ تنساش الباست بيرفكت كونتينوس والبريزنت بيرفكت كونتينوس في علاقه بينهم. في علاقه ممكن تلخبطني في الامتحانات افهمها من دلوقتي، اللي هي الباست بيرفكت كونتينوس بفسر
ببرر حالة في الماضي. He was tired. ليه؟ He was running ولا he had been running ولا he has been running؟ لا هو he was tired because he had been running. طيب لو قلت لك he is tired تقول لي because ايه؟ لا because he has been. يعني هفسر حالة في الحاضر present perfect continuous، هفسر حالة في الماضي past perfect continuous. بص كده معايا. His eyes were red. عينيه كانت حمراء بس امبارح او امبارح كان في حاجه ان شاء الله. he had been crying كان بيعيط قبلها كان بيعيط. ده تفسير حاله في الماضي. لكن ايه ده his eyes are red عينيه حمراء دلوقت في حاجه دلوقت. he has been crying كان بيعيط بس امتى؟ من شويه يمكن لغايه لحظه من دلوقت. تمام. بيرفكت كونتينيوس بفصل حاجة في البريزنت، بس بيرفكت كونتينيوس بفصل حاجة فين؟ في الباست. الأفعال اللي ما بتجيش في أي زمن في كلمة كونتينيوس تظهر لي تاني هنا أيام كل مرة. أيوه ما تتكتبش بس بيرفكت كونتينيوس. أمال تتكتب إيه؟ يعني لو أنا مضطر أكتبها بس بيرفكت كونتينيوس أكتبها إيه؟ البديل بس بيرفكت، البديل بس بيرفكت، البديل كمان مرة وأخيرة بس بيرفكت. He had been seeming هو كان يبدو إن هو بصحة غير جيدة for some time لفترة before he died قبل ما يموت. يعني هو كان يبدو مش حلو لفترة لما مات. فعلا كان مستمر في الماضي ومع فترة. تمام. بس في continuous seem ده من أفعال التي لا تكتب في الأزمنة المستمرة. seem look بمعنى يبدو، appear بمعنى يبدو. طب أعمل إيه؟ لا حضرتك had been seeming هتخليها لي had seem لو سمحت من past perfect continuous هتخليه past perfect. ولو عايز تجمع قصة present perfect continuous هيبقى ايه حضرتك فكرني؟ انا اسف نبدأ من الاول خالص. present continuous يبدأ يكون present simple. present perfect continuous هيبقى فكر present perfect ننزل تحت. past continuous هيبقى past simple. past perfect continuous اهو قدامك هيبقى past perfect. test yourself نفكر مع بعض على اساس نفهم اكتر من خلال examples. when علي went to university لما علي راح الجامعة كان بيدرس انجليزي بقاله كام سنة؟ ده هو وقت ما راح كان بيدرس انجليزي في المدارس لغاية ما راح الجامعة كان بيدرس بقى وبقاله قد ايه 10 years يبقى had been studying. When I saw Layla, she was laughing. كانت بتضحك. هي كانت بتضحك امتى؟ ساعة ما أنا شفتها. فسر لي يا مستر ليه كانت بتضحك؟ She had been watching. يعني إيه she had been watching؟ أصلها كانت بتتفرج قبل ما أنا أوصل أو لغاية ما أنا وصلت على فيلم فاني مضحك. طيب في طالب محترم قاعد يقول لي طيب انا اساسي مش هختار ولا هاز ولا هاز اللي فيهم هاز دول بريزنت وانا بتكلم في الباست خلاص الموضوع منتهي. طب ليه ما قلتش هاد واتش؟ تعال نفكر بقى مع بعض. شفت ليلى كانت بتضحك. تمام بفسر فاقول لك ايه اصلها شي هاد واتش. هاد واتش يعني فعل حصل وايه وانتهى افاني فيلم. معناها كده ان انا لما شفتها هي كانت بتضحك لانها سبق شافت حدث وانتهى ممكن من يومين فيلم. هل ده من المنطق ان واحده اتفرجت على فيلم مضحك قاعده دلوقتي كير 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 بتضحك ولا اصلها التفسير بقى الحلقه ايه؟ اصلها كانت بتتفرج وقتها او قبل وقتها بحاجه بسيطه. يعني عايز تقول ان انت اخترتها عشان ده تفسير حدث؟ ايوه. وما ينفعش اختار بس بيرفكت لان ده معناه فعل حصل وانتهى. مش معقول واحد اتفرج على فيلم وبقى له ساعه ساعتين ثلاثه وبعدين اروح له الاقيه قاعد بيضحك. اوكي had been watching تفسير حاله كانت بتضحك ليه. ما تنساش معايا لو سمحت الصيغه الاستفهاميه اكيد had I had been driving had you been driving I had been driving I had not been driving. طب لو عملنا باسف لا خلي بالك بقى في الباسف مش هتبقى تجيب فيرب تو بين had been being لا had been عامل زي مين؟ شبه مين قبل كده خدناه؟ بريزنت بيرفكت كونتينوس. في البريزنت بيرفكت كونتينوس فيرب تو بين بيجي ايه؟ have او has been بس. طيب exercises مرة تانية choose correct answer نفوق أكتر. they هما كانوا بيتكلموا for over an hour قبل ما أنا أوصل كانوا بيتكلموا وبقالهم أكتر من ساعة. يبقى حضرتك هنا هنتكلم في had
been talking. طيب سيد wanted to sit down. عايز يقعد. ليه ماله؟ Because he had been standing. ليه had been standing؟ تفسير ليه كان عايز يقعد؟ Because he had been standing all day at work. Professor إبراهيم عايز اقول ان هو teaching بيدرس في كايرو University for more than 10 years. اكتر من 10 سنين بيدرس. كويس؟ قبل ما left. قبل ما يروح على السعودية. انت هنا بتتكلم في الماضي يبقى كان بيدرس وبقاله 10 سنين had been مع teaching يبقى had been teaching ليه؟ ادي عندي مدة وفهمت ان الفعل ده ايه؟ مستمر في الماضي. My friend and I انا وصاحبي كنا بنتكلم بقالنا ساعة. بص بص قبل ما put the phone down قبل ما احط السماعة كنا بنتكلم بوت 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 ماضي هنا بوت هنا ماضي معنى الجملة هنا يضطرني كنا بنتكلم وبقالنا فترة had been talking. By the time we got home على ما وصلنا البيت كنا مشينا ساعات كنا مشينا ساعات استمرارية مع مدة had been walking. هي هو كان مستني الباص for half an hour before it came قبل ما يوصل هو wait مستني 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 بقاله قد ايه half an hour وبعد كده وبعد كده وصل. طيب كويس قوي يبقى ايه بقى had been waiting. Number 7 احمد كان سايق وبقاله ساعات before he had the accident قبل ما يعمل حادثة كان سايق ومع مدة had been driving. طيب هو his lessons for 5 hours هو كان بيراجع 5 ساعات قبل ما يمتحن had been revising. When we woke up لما صحينا this morning the streets were wet الشوارع مبلولة كانت مبلولة كانت يبقى ليه بقى فسر it ايه had been raining. Number 10 unfortunately لسوء الحظ although رغم عايز اقول هو كان بيتدرب ل 6 months 6 شهور علي didn't win the race رغم ان هو كان بيتدرب 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 وبقاله 6 شهور بيتدرب في الماضي ولم يفز لا خلاص بقى القصه كده باينه قوي had been training استمرار مع مده وفي الماضي. When I was born لما اتولدت لحظة ولادتي في الماضي أسرتي كانت عايشة في لندن 7 years كانوا عايشين وبقالهم قد إيه ساكنين وبقالهم قد إيه 7 سنين استمرارية في الماضي يبقى had been living had been مع living أكون past continuous استمرار زائد فترة في الماضي يساوي past continuous. طيب find the mistake when I saw Ali yesterday he looked hot and tired شكله كده كان متعب ليه بقى التفسير في الجمله اللي وراها has been training for 2 hours ولا had been بدل has had. My clothes ملابسي were dirty ليه بقى كانت dirty because لاني كنت بصلح العربيه طول الصباح all morning دي فتره على فكره يبقى بدل had repairing دي اساسا مكتوبه غلط اشك فيها اول ما اشوفها had been repairing. They had traveled for a long time when it began to rain هم كانوا مسافرين وبقى لهم فتره لما بدات تمطر كانوا مسافرين وبقى لهم فتره ظهر في الماضي يبقى مش had traveled had been traveling. لو قاعد معايا برضه طالب دلوقتي مفتح قوي هيقول لي بص يا مستر طب ما ممكن اقول they had traveled قبل الدنيا تمطر كانوا هم سافروا. بص حضرتك انا بقول ايه هم كانوا مسافرين وبقالهم فتره انا بدي لك استمراريه في الماضي شايف حضرتك الفتره دي تمنع الباس بيرفكت تحول الموضوع تخليني بشتغل في الباس بيرفكت كونتينوس. طيب ساره از اكزوستد مرهقه شي هاد بين واشينج ذا ديشز فور اورز كانت بتغسل الاطباق بقالها ساعات. طب حضرتك هاد بين
واشنج، ده تفسير حاجه في الماضي، ما تقوليش از بقى، قولي واز، او اعكس سيبها از بس قولي ايه اللي هي اكزوستد شي هاز بين واشنج. يبقى عندي حلين، از اخليها واز عشان ده تفسير حاله في الماضي هات بين، او اسيب از بس افسر بهاز بين، افسر بريزنت بيرفكت كونتينوس. طيب نمبر 5، شي واز انجري بيكوز شي هاد بين ويتد فور هير فريند. لا مش حاسس ماشي هاد بين ويتد، شي هاد بين ويتنج. طيب تفسير حاله في الماضي. نمبر 6، they had been playing، هم بيلعبوا for half an hour when it begins. ازاي بس؟ ازاي بس؟ when it began، when it began to rain. تمام، begin ما تنساش تصرفها تاني، began. She studies her lesson for two hours when suddenly the light went out. هي كانت بتذاكر وبقى لها ساعتين لما فجأة suddenly النور قطع. هي كانت بتذاكر وبقى لها ساعتين، قلنا بنحب نخلي المواضيع كده ديجيتال رقميه، يعني رقميه معادلات، يعني هي كانت بتذاكر استمرار بقى لها ساعتين زائد مده وفي الماضي، يبقى نكتب ايه؟ had been studying. طب ينفع اقول كانت ذاكرت؟ طب ازاي يعني؟ ازاي؟ لما بص يقول لك لما النور قطع، يبقى لما النور قطع ايه؟ هي كانت بتذاكر ولا كانت ذاكرت؟ لا الاصح اقول كانت بتعمل كذا طالما في مده. I was exhausted then، انا كنت مرهق عندئذ. I have been serving customers all day. بتفسر؟ فتقول لي I had been، كنت بعمل خدمة للعملاء طول النهار. I write letters for about two hours when you came. لا مش I write، I was writing ولا I was writing. طب لا ليه؟ ما هو حضرتك في مدة، طالما في مدة اللغة الإنجليزية بيقولها had been writing. بس perfect continuous استمرار مع مده. We were sleeping for 12 hours when he woke us up. لما هو صحانا، لما هو صحانا كنا نايمين. حلو قوي، we're sleeping صح، بس حضرتك هو بيقول لك for 12 hours، يبقى we were غلط. امال ايه؟ had been sleeping، had been، had been sleeping. When we reached، لما وصلنا. We have been sailing down the Nile for 15 hours. ازاي؟ have been ازاي؟ امال ايه؟ had been. لما وصلنا هناك كنا مبحرين بقالنا قد ايه؟ 15 مبحرين استمرار، وقد ايه مع مده؟ يبقى استمرار زائد مده، استمرار في الماضي زائد مده يساوي past perfect continuous. تفسير حاله في الماضي past perfect continuous. تمام؟ واوعى تتلخبط ما بين الباست بيرفكت كونتينيوس والبريزنت بيرفكت كونتينيوس، حتى اسمه بريزنت بيرفكت كونتينيوس اللي هو تفسير حاله في الحاضر. واوعى تتلخبط بينه وبين الباست كونتينيوس، الباست كونتينيوس ما فيش فيه فتره. واوعى تتلخبط مع الباست بيرفكت بس، الباست بيرفكت بس معناه فعل حصل وانتهى، لما جه فعل تاني ده كان خالص، الاولاني ده كان خالص. الباست بيرفكت كونتينيوس معناه فعل كان ايه؟ مستمر ومع فتره. تمام؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.